السلام عليكم. مرحبا بكم. اليوم صافي لونتون ما تقابلناش. اليوم لو 14/10/2017 ان شاء الله عندنا بتيت كونفيرونس باش نحاولوا نفسروا فيها بلوز موا. هو موضوع قديم جديد ديما يتعاود بالرغم اللي حكينا فيه بليزيوغ فوا وبليزيوغ بريز، فسرته برشا مرات، اما ديما يقعد داكتواليتي على خاطر التوندونس اللي تو موجوده في على لي ريزو سوسيو. ثم دي نوفو اللي ما يعرفوش ولا ما شافوش دي زونسيان بوبليكاسيون ولا ما شافوش الفيديو ما يعرفوش، دي نوفو انتريسي بالايميغراسيون لكندا والكيبيك بصفه خاصه. هذه الفيديو ان شاء الله نحبوا نحطوا نقاط على الحروف ونفسروا للعباد الكل شنو هو هذايا الدومين ديميغراسيون، شكون هم لي زانترفونون اللي في وسطو، شنو هو كيفاش تتحايلوا. سي تري امبورطون علاش نعاودوا نسطروا عليه الموضوع هذايا، على خاطر دون بار سي ان بروجي دو في، معناها عباد تتعلق حياتها كامله عليه، مستقبلها، مستقبل صغارها، عائلات كامله تنجم يجرى لها احباط، خاصه في الاخر كي يحلموا وتطويل المده كل شيء وفي الاخر ما يوصلوا حتى شيء. هذا يخليهم يجرهم ديموراليزاسيون. نعرفوا في بلدان تم برشا ضغط، برشا مشاكل، العباد الكل الفو سي شابي الفول، معناها اوبتيميزي لور في، خاطر الحياه قصيره، معناها دون زون بيريود دو 10 15 ans باش يكون واحد يخدم فيهم، يحب يعمل فيهم لو ماكسيموم. هذه طبيعه البشر، وفي نفس الوقت ديما يطمح للمخير وصغار، وخاصه يحبهم يترعرعوا في بيئة ما أحسن، وهذا حق مشروع العبد الكل. ما يمنعش اللي الدومين تخي فاق، المسافات بعيدة خاصة ما بين الدول متاعنا وما بين كندا، نحسبوها ما أقل حاجة بال 5000 كيلومتر بعد. على هذاك كندا pour avoir une ressource fiable باش تعطيكم انفورماسيون للإيميغراسيون لازمكم تاخذوها من ثقات، من عباد عندهم كريديبيليتي باش تاخذوا المعلومه صحيحه، وباش ما تقعوش في شباك المتحايلين اللي تربصوا برشا وموجودين منهم برشا برشا برشا، وما تحطوش في بالكم اللي معناها السلطات الكنديه بالرغم اللي هي تحاول وما تحاول اللي هي الباميتريزي تو الموند، معناها بارتو دون الموند، راهو العالم فيه 5 مليار دويت، راهو معناها سي با ايفيدون، ولا هي الكارت، هي الكارت سي فرونتيير، حدودها تعرفهم مع امريكا وعندها بارتي في الاتلانتيك، هذوك تحمي فيهم على قاعدة، عندها السيرفيس الاديكوا نتاعها لا اس اف سي تحمي فيه وكونترولي في الحدود نتاعها. باش تقول لك انا باش نحس علي او دلا دي فرونتخير ولا بعد دي زوسيون باش نقعد نلوج عليه، انا شي يحكي مع فلان وفلان ما يهمهاش، ما مدخلهاش. صحيح لا ريسبونسابيليتي مورال تكون عندها اما ما تصوروش معناها اللي هي باش تكون في مساعده العباد اللي يتعرضوا للتحايل اودولا دو لا مير، معناها بعد بعيد على كندا، اللي في كندا محميين بالقانون الكندي وكل شيء، اما اللي بعاد في بلدانهم اللي في لي كارتي دون لي بتي كوان في الافريك في الافريك نوار اللي في الازي، ما تحطوش. انا نحكي تو مع الكوميونيتي المغربين بلوز او موا، ما حطوا رواحكم اللي انت فوزيت باغ اكزومبل ان شينوا او ان ايرانيان و جو سي با ان روس، معناها لغته الاصليه لا هي فرونسي لا هي انجلي، و نو ميتريز با بيان لا لونغ هذيك، بسهوله يوقع في الشباك نتاع المتحايلين هذوما نتاع الهجره. وتو مع لي ريزو سوسيو ولات لهم مرتع لمن شب وحط في مخه دومين دي ميغراسيون، واللي تصور اللي هو سي ان دومين اللي ابوت لوكراتيف اللي هو سي لو بارادي، واللي معناها الفلوس نتاعو اغوغو موجود مش موجود، وفي نفس الوقت سني با سا لا رياليتي، معناها الموجودة في كندا، خاطر برشا كريتير برشا كونديسيون يدخلوا في الحسابات. ما نطولش عليكم اليوم، حبيت نحكي شوية في الموضوع هذا. مراني هاللي دو ديرنيير سومان اللي تم دي فورماسيون تجرى في لي ريزو سوسيو، تم برشا il prétend donner des conseils في الإيميغراسيون. من حقه كل واحد باش يعطي نصيحة وينصح، هذا من معناها كيفاش يقولوا معناها
من المحبذ الإنسان يتعاون بعدها ويعطيه يد المساعدة اللي يستحقها واللي يطلب معلومة يلقاها ديسبونيبل، أما في نفس الوقت اللبيب من الإشارة يفهم، معناها من حقك أما ما تكونش تاتو، ما تاخذش الكلام الكل مسلم قرآن كريم، معناها ما فيهش تغيير ولا لا يحتمل الأخطاء. كون انت كيفاش هي الفيزيون بتاعك تكون كلير وتعرف منين تاخذ منين تستقي المعلومه. البروجي دي ميغراسيون فيه حاجات ضوابط معروفين واللي هما العباد الكل معترفه به، اللي ستام بالنسبه للكوميونيتي المغربي نحكي توجور راهو بروجي غالي، معناها الي شير الي كوتو الي كوتو من الاصل. علاش الي كوتو؟ على خاطر انت جاي باش تهاجر البلاد، عندها ادارات عندها وزارات تخدم في لي دوسي، عندها دي شارج حتى دي زونوغير كال دوا اونكيسي، معناها كاي اداره في بلادنا تمشي باش تطلع مضمون يقول لك 500 فرنك، هنا تمشي باش تعمل ليغاليزاسيون يقول لك 5 دولار اللي هي 10000 فرنك، تمشي انت المحامي في تونس يقول لك نعمل كونسلتاسيون انيسيال 50 دينار، هنا تمشي المحامي السوم نتاعو 250 دولار الساعة. هذه السوق وهذه الدول كيفاش تتعامل، كيما هما يونكاسي وكيما باش يخلصوا لي زامبو. في تونس تخلص باغ اكزومبل تجيك لامبو سور لا سوسيتي تخلص 30%، في كندا يوصل 60%، معناها هو كي يطلع الربح نتاعو يعطي 60% من الربح نتاعو للدولة. هذوما الدول وهذا هو لا ناتور دو مارشي. البروجي في حد ذاته في الهجرة يدخل في النطاق هذايا، ولي كوتو كوتو بالنسبة للبوفوار داشا نتاع لي جون اوتخومير، كي هما تقول انت في الموين سولون دي ستاتيستيك عاملين ما بين لي كونسلتون في الميغراسيون والدومين هذا بقداش الواحد، تلقى لي دوسي دي ميغراسيون il varie entre 2000 et 5000 دولار. هذا المارشي كنديان، معناها هنا في كندا راهم لي كونسلتون هذاك السوم العادي، تقولش عليك انت مشيت المحامي في تونس قالك اعطيني 500 دينار باش نعمل القضية، هنا السوم نتاعهم 3000 دولار واللي هو معقول على خاطر السالير مينيموم نتاعهم اللي واحد السميك 1600 دولار اللي هو باغ اكزومبل في تونس 300 دينار، معناها 300 دينار تونسي هي 1600 دولار. انت كي تخدم دوسي كونسلتون يقول لك 2000 ولا 3000 دولار، معناها تخرج عليه يطلب عليك 2000 اللي هما 600 دينار تونسي اللي هي كونسلتاسيون تاع بوكا في تونس عاديه. هذه الفو كومباري كوم سا، هذه المدخل اللي يدخلوا منه لي كيفاش يقولوا لي زيسكرو، هذوما المتحايلين. المتحايلين شنو ينزلوا على الوتر الحساس اللي هو الكو نتاع البروجي دي ميغراسيون ولي زونوغير نتاع لي كونسلتون ولي زافوكا. من ناحيه لي زافوكا ولي نوتير ولي كونسلتون ريغلومونتي في الايميغراسيون هما الوحيدين اللي عندهم الحق دو دوني دي كونسي، راهو حتى حد ما عنده الحق يعطي كونسي في الايميغراسيون وراهو يتعاقب عليها بخطيه ب 100000 دولار وعامين حبس اوتوماتيكمون، هذايا في القانون حسب اللوا 90 نتاع اللوا دو ليميغراسيون. هذايا عندهم قانون كامل اللي هو اللوا دو ليميغراسيون في الارتيكل رقم 91 يضبط لك شكون اللي يعطيك الكونسي. من ناحية اخرى وزارة الهجرة اللي هي السي اي سي الفيدرالية حاطة على ذمة العباد الكل اون بورتاي كومبليت، البورتاي هذه فيها تو لي زانفورماسيون اون سكي كونسيرن لي ميغراسيون افيك لي ديفيرون بروغرام، تعطيكم المعلومات الكل لي ديتاي ديتاي ديكورتيكي على الاخر. معناه هو اللي ما عندوش فلوس ماهوش عيب، والمشروع الهجرة للعباد الكل للي عنده لي كريتير اللي يلبيهم متفاهمين فيه، وكل حد يحب يطمح يهاجر من حقه المشروع ومن حقه ياخذ معلومة ومن حقه يوصل للهدف نتاعو الأحلام نتاعو. الهانديكاب الوحيد اللي عنده هو الفلوس، موجود مش موجود. في نفس الوقت يكون عندك الهانديكاب هذاك هو الفلوس، ما تسقطش في 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 فخ نتاع واحد باش ينحي لك فلوسك وما توصلش الهدف نتاعك. انت ما عندك مشكله نتاع فلوس، اعمل بروسيدور وحدك، عندك شويه وقت توسع بالك تدخل لليان يوتيل تسال، ثم دي جروب في الفيسبوك
معناها ils sont crédibles معناها تبارك الله عليهم لي زادمين نتاعهم يعطيوك دي زانفورماسيون كريديبل ويعطيوك السورس ويعطيوك الريشيرش وسولون لور اكسبيريونس يعطيوكم لي زانفورماسيون موجودين الجروب هذوما ثم دي جروب طفيليين ils prétendent donner des conseils ينجموا يغلطوا العباد تاخذوا المعلومه غلطه ولا ينصحك نصيحه اللي هي مش داكتواليتي هذوما تحاولوا تحشيهم ما تنجمش تغرب لهم ما تنجمش تصفيهم كان كي تبدا كونيكتي à plusieurs groupes pour faire la comparaison. Mais tu as une chose à faire, plusieurs pour faire le travail. Tu as une chose à faire, tu as une chose à faire, tu as une chose à faire, le consultant ou l'avocat, اللي هو غالي. هذه من ناحية. Parfois, tu as des sociétés qui ont une information. Tu as des consultants qui ont une stratégie marketing sur le marketing de contenu. Je vois le marketing de contenu. هو يعطيك لانفورماسيون ما عندوش ما يشدهاش خاطر هي موجوده من اصله في لي سيت غوفرنمونتو يعطيها لك المعلومه مش يشد عليك يقول لك لا ما اقولكش كان ما تخلصني لا يقول لك خذ المعلومه اما ثم دي كونترانت اخرين يدخلوا في 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 لونجو شنو هما اللي هو ساعات تلقى الكونديدا ما عندوش وقت ولا تلقى اللونج نتاعو انيسيال مثلا تلقى ان شينوا تلقى ان ايرانيا ان روس ما يفهمش مليح يخاف يغلط كي يغلط شنو معناها يغلط معناها ثم دي فري غوفرنمونتو ديجا دفعهم ولا ديجا عنده دي وقت استنى داتونت ولا في البروسيدور بداها وفي الاخر تطلع له رفو ولا رجي يخافوا على هذاك يتلزوا باش يمشيوا لان بروفيسيونيل باش يعاونهم كل واحد من حقه كيما واحد مريض مرض ما ينجم يداوي روحه ويمشي ياخذ كارتين اسبيرين ويقعد يتبع يسال في اسئله كيفاش مجرب وما تسالش طبيب يقول له عمل خروة عمل زيت عمل ترا شنو ويبرا ينجم وينجم السيتواسيون نتاعو السا غراف وينجم يمشي يخلص طبيب ياخذ كونسلتاسيون بروفيسيونيل سي لو ميم ينجم يدخل على اليوتيوب يدخل على الانترنت ياخذ الرماد للمرضى نتاعو ياخذ الوصفات الكل وينجم يداوي واحد باش يعمل ان بياس ان غاتو بار اكزومبل يدخل الانترنت يهبط لي روسيت اللي يحب عليهم ويطيبهم في عقله ثم شكون ما عندوش وقت عنده البوسيبيليتي فينانسيير يحب يمشي باتيسري يعطيو غاتو مقربط هذه ستان شوا و سا ديبون دي جون هذا ما يمنعش اللي حتى ما عندوش عنده الوعي المالي الكل ينجم يدخل يعمل البروسيدور ديميغراسيون تاعو غراتويتمون او بري دي سيت نتاع لو غوفرنمون سوا فيديرال اللي هو السيت cic.gov.ca ولا يحب يمشي لكيبيك يدخل للسيت نتاع الميدي اللي هي المينيستير ديفيرسيتي دانكلوزيون دو كيبيك ياخذ لانفورماسيون لي بروسيدور ويبدا يعمل البروسيدور نتاعو ا سو مومون لا اي نو با با اي نو با سوبورتي كي لو شارج نتاع لي فري غوفرنمونتو اللي هما التكاليف دراسه الملف في مصالح الهجره واللي هما واضحين لكل شيء نذكركم فيهم ما عندي حتى مشكله بالنسبه لكيبيك اللي هي للطالب الاصغر الاساسي اللي هو الريكورون برينسيبال 779 دولار وكل بيرسون معاه اشارج 167 دولار وبالنسبه للفيدرال اللي هي الكيبيك جينيرال معناها الكل عنده لو فري 1040 دولار للريكورون برينسيبال والكونجوان نتاعو و 150 دولار للصغار نتاعو معناها انت كي تحب تعمل ان بروجي ديميغراسيون للكيبيك باش تجمع هذم كازوز نقول واحد وحده 779 دولار باش يدفعهم للكيبيك باش يزيد يدفع معاهم 1040 دولار اللي هما قرابة 1800 دولار بالتونسي نكونفرتيهم نلقاهم في 3 ملايين قريب ل 4 ملايين تونسي هذايا باش تعمل بروجي ديميغراسيون وحدك وتزيدهم لي تيست لينغويستيك نتاعك اللي المعدل نتاعهم في 500 دينار بالنسبه للفرنسي واللونجلي المعدل معناها نحكي ما نحكيوش بالاكزاكتومون عندك مليون عندك مليون ومعاها 3 ملايين ومعاه لي فري نتاع لي تراديكسيون نتاعك معناها باش تعمل بروجي ديميغراسيون وحدك من غير مساعده من حتى حد وتسوبي لي معناها لي ريسك الكل اللي انت باش تعمل دوسي وحدك باش يتكلف لك في الاربع ملايين واش قريب الخمسه ملايين تونسي هذا وحدك ماكش بالساعه باش تمشي الكونسلتون المعدل نتاع المارشي دي كونسلتون ولا دي زافوكا راهو في 2000 دولار هنايا المعدل ثم اللي اغلى يوصل 6000 دولار نقولوا المعدل في 2000 دولار اللي هما 4 ملايين تونسي معناها بوغ كيفاش نقولوا بوغ اون بيرسون معناها انديفيديوال راه 5 ملايين معاهم 4 ملايين يتكلف له اقل حاجه في 9 ملايين من تو انا قلت لكم شنو تحب تعمل وحدك باش يتكلف لك قريب 5 ملايين
باش تعملوا مع كونسلتون راهو باش يتكلف لك 9 ملايك. هذا المارشي، باش ما يقولوش اللي نعطيه ونعاون ونساعده ومنظمات خيريه وجمعيات تحالفيه ورابطات عليا وكل اللغه هذيك الخشبيه راهي خارجه على الموضوع. راهو الدومين مقنن ومحصور وفيه بلوزيور انتربونون وفيه برشا جمعيات وبرشا معناها ان كونسي كي ريغلومونت لا سيتواسيون ويتبع فيها مع لا اس اف سي اللي هي لاجونس دو سيرفيس فرونتالي كنديان، مع الجي ار سي اللي هي جوندارمي رويال كنديان. هذوما يتبعوا ويحفظوا في السيكوريتي نتاع البلاد كونتر دي سكرو. هذا من ناحيه. حاجه اخرى، كيفاش باش تعرفوا ان كونسلتون في الايميغراسيون؟ الكونسلتون في الايميغراسيون هما عباد خذاو تراخيص خاصة باش يعطيو النصائح في الهجرة بعد ما تبعوا فورماسيون سبيسيفيك في الكونسي اون ايميغراسيون في معاهد بيان ديفيني، عداو اكزاما ناسيونال فيديرالي للدخول للفورماسيون هذيا، يعديوه ينجحوا فيه. هذوما لي كونسلتون باغ اوبليغاسيون لازمهم يبعثوا شركاتهم في كندا. ان كونسلتون ما ينجمش يكون كان ريزيدون بيرمانون كنديا ولا ان سيتويان. راهو ما ثماش ان اترونجي يقول لك انا كونسلتون في الايميغراسيون، يكذب عليك، ما ينجمش. لازمو يكون ان ريزيدون بيرمانون ولا يكون سيتويان. هذوما الزوز اللي نجمو يوليو كونسلتون ريغلومونتي في الايميغراسيون. معناها يجيك واحد لبرا ما نعرفش انا في الجزائر ولا في الكونغو ولا في المغرب وكل شيء، يقول لك انا كونسلتون وهو له ريزيدون وله سيتويان، يكذب اوتوماتيك، يكذب عليك، يكذب عليك. السيد هذايا كان هو نضيف برشا ينجم يكون اجون نتاع كونسلتون، معناها يكون كونسلتون موجود في كندا عنده الشركه نتاعو في كندا، والسيد هذايا اعطاه ترخيص بكونتراتو وعلم عليه الكونسي دو ريغلومونتاسيون تاع لي كونسلتون اللي هو السي ار سي سي، اللي السيد هذاك هو سي ان اجون اللي هو يقوم له بالبارتي معناها كوميرسيال، معناها il va contacter des clients au nom du consultant، يرجع له اللي هو بالذكر وهو تحت مسؤوليته وتحت تصرفه. السيد هذا حتى لو كان يكون اجون لازم اسمه يكون زاد مكتوب في السي ار سي سي اللي هو اجون تاع فلان الفلاني اللي هو كونسلتون ريغلومونتي اكتيف. نقولوا احنا كيفاش باش نعرفوهم الساده هذوما؟ الساده هذوما كيفاش يحكيو لك يبداو لك في الهجره؟ يعمل لك مثلا ان فيديو ويعمل لك اون بوبليكاسيون الهجره الى كندا بلاش مجانا ونساعدوكم معناها لوجه الله والصدقه جاريه والصدقه بعشرتي وتدخل الوعظ الديني والاخلاقي والوعظ وكل شيء جوست باش يطيب النفوس بور راكوشي لي 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 كيفاش يقولوا هما باش ما نقولوش كلمه واحد المغفلين الاحمق اللي باش يسقط في الشباك نتاعو يدخل له بالوعظ الديني وصدق الله العظيم والرسول متفاهمين كل شيء، اما في كيفاش هو الغايه في النهايات وفي الاخر ما يكون كان اسكرو يضحك عليك يضيع لك فلوسك ياخذهم لك يسرقهم لك. تساله سؤال يقول لك اجاني اون ميساج بريفي، يدخل معاكم بريفي يقول لك اجا تنعاونك، وانا حتى لو كان هو في كندا بأي طريقة أو بأخرى يقول لك أنا نعاونك وكل شيء ويحلك في الجنة ذريعة وبدالي بالبادية وبعث لي تفتوف وتجيك فلان في البلاصة هذه كعتيه ويجي يقول لك راهو السومة متاعي أقل بارشا من اللي كونسلتون هذوما اللي باش يسرقوك وكل شيء. إي صحيح باش يعطيك سوم أرخص، أما ماكش باش تطلع كونت باش يسرقك، معناها حتى التفتوف اللي عطيته له باش يسرقها لك. عاد أنت يا أدفع صحيح الواحد صحيح يا ما تدفعش وقد وحدك سامبل، ما تدخلش في البارتي غريز يا ابيض يا اكح. سي تو تو بيرمي باش تخلص لي كونسلتون ريغلومونتي بالسوم نتاع المارشي نتاعهم اللي هو كبير بالنسبه للبوفوار داشا نتاع البي نتاعنا كبير، معناها قدرتنا اغلى من قدرتنا الشرائيه العاديه، خاطر انت باش يطلب عليك ان كونسلتون 4000 دينار بار اكزومبل، احنا السميك نتاعنا في تونس 300000 ولا 340 اللي هو 10 مرات السميك اللي هو انورمال حاجه كبيره، معناها ستان انفستيسمون في حد ذاته. اما هذاك المارشي يا انت تنجم هذاك يا ما تنجمش، اعمل وحدك قد وحدك سي فوزابل. وثم الاف مؤلفه من العباد دخلت ووصلت لكندا بجهدها، تنجم تعمل وحدها توسع بينها وعباد تبارك الله عليهم كلهم مثقفين
وهي ستون ايميغراسيون سيليكتيف. ادخل للسيت كونسيرني بالواحد، تبع لي بروسيدور نتاعك، عندك سؤال اطرحه في لي جروب سوسيو. انا بيرسونيلمون نجاوب اغوغو، ما نحسبش هذا كونسي كل شيء، اللي نجم نقدر باش نجاوب عليه نجاوب، وانا اون ميساج بريفي اون تكستو اون ايميل. ساعات ما نجمش خاطر دي سونتين دي ميل يجيني ما نخلطش باش نجاوب، الله غالب. دونك نحاول في الفيديو نحط دي ريكابيتولاتيف، وعندكم البلوك تلقاو دي دوسي كاملين، نحاول نحط فيهم لي زانفورماسيون الكل كاملين. خذوا المعلومه، وسعوا بالكم، خذوا وقتكم كامل في المواضيع هذوما، وقدوا حدا. تبارك الله عليكم، دي زونيفرسيتير عباد متثقفه، تفهموا لغتنا الثانيه الفرنسي، نفهموا ما مناش تخوازيام لونغ ولا كاتريام لونغ، هذه نتبعوا فيها شويه شويه. اسال اسال طف الاخر يوصلك، وتنجم تعمل بروجي نتاعك باقل مصاريف، تخلص كان لي فري غوفرنمونتو اللي العباد الكل باش تخلص، ما عندكمش وين باش تهرب. من ناحيتنا احنا نعاون، وما ثم حتى مشكل، ثم ديزادمين مضحين بوقاتهم كامله باش يعطيوكم لافورماسيون، يعملوكم دي دوسي، ويسهلوا لكم المعلومه لو ماكسيموم. اما اللي يقول لك باش نعطيك صدقه لوجه الله، ويدخل لك باللغه هذيك، ويجاني للجمعيه نتاعي والخلفيه نتاعو ترقى فيها اون فيرم اسكرو ولا فونتوم من تالي باش ينحي لك التفتوف وتندبر لك خدمه، هذه ما تدخلوش فيها. حاجه مسلمه، راهي الخدمه في كندا اسهل حاجه لدخول كندا هو البروجي ترافايور كاليفي، سواء الكيبيك ولا الفيديرال. هذوما دو بروغرام اللي قرابه 70%، ما عنديش ستاتستيك بالضبط نتاع لي ايميغراسيون اللي تجي من المغرب تدخل في لي دو بروغرام هذوما. انتم هذوما شوفوا لي كريتير نتاعكم، تنجموا تدخلوا لهم ولا لا. باش يقول لك باش تجيني بكونترا دو ترافاي، يكذب عليك. راهو سي تري تري ديفيسيل دو دينيشي ان امبلوا في كندا ا بارتير دان كونترا ترافاي، وفسرته في فيديو. هذا اللي لازم كيتود دامباكت سوغ المارشي دو ترافاي، ولازم العرف نتاعك هو يقنع ويثبت اللي مرقاش ريزيدون هنايا ومرقاش ان سيتويان كندي بور كومبلي المونك اللي عنده. الدوموند الدوموند وحدها هذيك باش يصب الدوموند دو اي ام تي 1000 دولار، العروفات الكل ما يقول لك 1000 دولار وما نعرفش على روحي باش يجي ولا لا، ما ياخذوهش الريسك هذا. وفي نفس الوقت لازم دون دي دومين سبيسيفيك اللي ما ثماش اليد العامله، اللي هنا نشوفوا احنا في 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 الكيبيك توا ديرنيامون التو شوماج في 4%، معناها 4% معناها الفول، معناها لو بلان ترافاي، معناها البلان ترافاي شنو معناها؟ معناها ما ثماش بلايص، معناها اللي يحط اوفر يجي يتعبى. معناها هذه اللي يقول لكم ان كونترا دو ترافاي ولا حاجه، فيت اتونسيون، راهي نقول لكم انا 70-80% راهي ارناك، يكذب عليك من الاول. عندك دو بروغرام ترافايور كاليفي كيبيك اللي توا بالنسبه ل 2017 مازالت عندهم معناها عاملين كوتا ب 5000 بلاصه. نورمالمون هذوما باش يتحلوا دي سي ماكسيموم، خاطر باغ اوبليغاسيون لازم يديكلاريو على الدات نتاعهم قبل لو 31 مارس 2018. البريود هذه اللي مازالت 4 اشهر، معناها باش تتحل السيسيون باش يتصبوا فيها 5000 بلاصه بور كلوتوري لاني. هذه تدخل بالمون بروجي كيبيك، لي كريتير دو سيليكسيون نتاعها اللي هو لازمك تجيب 50 بوان سيليباتير و 59 بوان ان طونك كوبل. لي كريتير نتاعهم هو نيفو دو سكولاريتي، الدومين دو فورماسيون، لاج، العمر، معناها العمر نتاعك، النيفو نتاعك في الفرونسي والنيفو نتاعك في الانجلي، الكونيسونس نتاعك، معناها عندك شي اقارب هنا في كيبيك ولا لا، عندك شي ان كونترا فاليد اللي هو صعيب ياسر، عندك شي صغار. لي كريتير هذوما يتكلكلو دون دي تابلو دو سكور، يعطيكم ريزولتا. لازمكم تجيب كانك وحدك 50 بونتو، كانك معك مرتك لازمك 59 بونتو. هذايا بالنسبه للكيبيك موجوده، لازمها 5000 بلاصه بال 2017 باش يدخلوا حسب البرومي اونتري برومي سيرفي، باش يتحل السيستيم، باش يقولوا لنا نهار الفلاني راهو هذاك باش يتحل السيستيم، باش ياخذوا 5000 بلاصه الاولانيين اللي دخلوا اللي خذا معناها شد بلاصه في الصف، ال 5000 الاولانيين هذوما باش يدخلوا. هذه بالنسبه ل 2017، ما ثماش طريقه اخرى باش تدخل الكيبيك في ترافايور كاليفي، كان هاك ما ثماش، كان بالطريقه هذه باش تدخل اون طونك ترافايور كاليفي، معناها باش تاخذ اوراق ريزيدون بيرمانون ديريكت. ما نحكيوش ثم دي بروغرام اخرين اللي هو نتاع واحد جاي يقرا هوني، هذاك ما نحكيوش، انا نحكيو على لي زيترونجي اللي لبرا وباش يجي. اكثر برنامج مطلوب هو ترافايور كاليفي في كيبيك كما قلت لكم عليه، هذايا هو 2017 هذيك الطريقة الموجودة. 2018 القانون باش يتبدل، ثم الوا 77 اللي ابروفيوها عام ناول،
باش تدخل حيز التنفيذ في 2018. 2018 الاستيماسيون تقول اللي ثم حسب معناها لوبجيكتيف نتاع الكيبيك طالبين 53000 توت كاتيجوري كونفوندو، منهم 35000 في البروغرام هذا برك. معناها في 2018 نجمو نستناو باش يقولوا لنا رانا نحبوا 35000 جديد للكيبيك، هذو باش يدخلوا في الكيبيك بني طريقه، ما عادش بالسيستم هذا يشدوا الصف يدخلوا كما هذه الاخرانيه في 2017 بجي. لا، هذه باش تبدا ils ont imité le programme fédéral اللي هو نتاع الاكسبريس فيدرال اللي هي selon la sélection. كيفاش باش تكون؟ باش يكون ان باسان دو كانديداتور، العباد الكل ils vont déposer leur demande، ومن بعد الهجره باش تختار لي بروفيل اللي حاشتها بيهم حسب البزوان نتاع المارشي دو ترافاي. باش يربطوا المارشي دو ترافاي بالسيليكسيون دي كانديدا، معناها تنجم انت يكونوا عندك دي كريتير يخلطوك، اما في المومون هذاك ثم لي كريتير دو سيليكسيون هو المارشي دو ترافاي ما يستحقكش. على هذاك باش يقولوا لك كيفاش يقولوا، معناها باش يقولوا لك لا اقعد استنى حتى لوين نسحقوا الدومين نتاعك يعيطوا. اما ما يمنعش اللي هما اون استيم في 35000 بلاس، معناها ثم شانس كبيره خاصه للكوميونيتي المغربيين خاطر عندهم الفرونسي، والفرونسي كي بيز في لي كريتير يوصلك 16 بونت، معناها الفرونسي بركه على 50 بوان اللي هما باهيين برشا. اسافوار كومون ايل فون معناها ريكالكولي لو سكور ولا باش ياخذوا بالسيليكسيون، هادو هما لي ريغلومون مازالوا ما هبطوش، تو يهبطوا ديسي دوبو نتاع العام الجاي مع المدير، مع التبديل نتاع الوزير الجمعه اللي فاتت. Il y aura des modifications, il y aura quelque chose, il y aura une ambiguïté dans le système pour que tu te vois dans les années. C'est pour les consultants, le midi, pour que tu aies un portail spécifique. Le consultant a un système automatique, un système de dépôt en ligne, il a un avantage pour les consultants. Non, tu as un portail spécifique pour les consultants. Elle est en construction au ministère d'immigration. Mais ce consultant, il peut déposer toutes ses demandes en même temps. Qui m'a fait le fédéral, les majeurs de fait le portail express, les consultants ont un portail spécifique qui trouve maintenant, mais je sauve les demandes pour suivre les dossiers. Maintenant, l'avantage, il y a en considération la spécificité des consultants. Et c'est pour le Québec. Pour le fédéral, il y a un système express entry. كيف كيف عنده دي كريتير نتاعو، الكريتير نتاعو لازم تكون خادم عام في كاتيجوري او ا ولا البي اللي هما في حسب الكلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون. نقولوا احنا لي بوست دو جيستيون دو ديريكسيون ولا ويوصلوا حتى كش التكنيك، معناها التكنيسيان، معناها هذوما هما لي كاتيجوري. لازمك عام، عندك العمر نتاعو فيه بوانتاج اما خير من اسهل من الكيبيك، يعطيك بوانات اكثر بون كونسيديراسيون. عندك شي كونترا في كندا اي ولا لا؟ النيفو نتاعك في الفرونسي لازم يكون نيفو 7 ولا في الانجلي الدوزيام لونغ لازم يكون في 5، لازمك تفوت 67 بوت باش تنجم تدخل في الباسان دو كانديداتور. ديما سيليكسيون تجا من باسان دو كانديداتور اللي هو يسمى الاس اس سي جي اللي هو سيستم دو كلاسمون جلوبال. منه هو كل جمعتين كل ثلاثة جمعات الفيدرال يهبط ياخذ السكور نتاعو، توا يظل في 435 حسب التقريب 435 الاكستراكسيون نتاعهم، يهزوا الكونتيتي اللي يحبوا عليهم 2000 3000 كل جمعتين حتى يوصلوا بور كومبلي لو بوزوان والبلانيفيكاسيون نتاعهم اللي هي 300000 باراني. كندا الكل تاخذ 300000 مهاجر في العام من مختلف البرامج الكل. هذوما هما لي دو بروغرام الكبار. معناها واحد كي يجيك يقول لك انا باش نعاونك وباش نساعدك وباش نفسرك، فسر لك حاجه بخلافها زوز بروغرامات. فات اتونسيون، انا نقول لك فات اتونسيون على خاطر راهو باش ينزل لك على الكريتير نتاع المتحايلين وياخذ لك في فلوسك وكل واحد كل شيء. لا ياخذ لك فلوسك، لا تعطيه فلوسك، كل واحد فلوسه في جيبه ويعرف شكون يعطيهم وكيفاش يتصرف فيهم. اوني ماجوري فاكسيني، حتى حد مضرب حد على يده باش يقول له خلصني ولا اعطيني، ولا ترقى دي كونسلتون ولا دي زافوكا ولا نابورت كي يجي يدق عليك براس امك يجي يخدم لي. العباد الكل تخدم وقسمهم جايهم بطبيعتهم، ودومين الهجره محلول والعالم كبير، معناها ما ثم حتى حد مستحق الحد، وفي نفس الوقت كل واحد ينجم يراعي ظروفه ويخدم. كان عندك
ان بروبليم وتحب تقد وتحب تعمل الهجره وعندك ان بروبليم فينونسي، عامل وحدك قد وحدك وسيف وزاب، وراه ثم الاف والاف قبلك وصلوا وطلعوا وجاو هنا ما غير ما عاونهم حد وحدهم ايزون انفستيغي وقراوا شويه وفهموا وصلحوا ريق الامور وموروش وجاو ولبس عليهم وعايشين وسون بيان انستالي ووصلوا تنجم توصل كيف عندك اشكاليه وحلت ما تعرفش خايف ما تحبش تضيع وقتك ما تحبش تخسر وقتك كل شيء عندك لوبسيون امشي لي فري كونسلتون ما تمشيش اللي سكرو اللي طمعك بشويه يقول لك رخيص وفي الاخر تخسر من الجهتين لا تربح منه وتخسر فلوسك هذه من ناحيه به نرجع انا كيفاش نوريكم كيف كومو دينيشي ومعناه ديتكتي هذوما هل لي بارازيت اللي معناه اللي يعكروا المزاج اكثر من اللي يعاونوا في العباد اللي يبقبقوا كما يقولوا احنا وافلام واكثر منها من من من, من فعل معناه تجي تحل السره تلقى شيء ما تبقى شيء هذوما يا هما فاهمين رواحهم بالغلط ولا غلطوهم العباد وتمداو فك الغوغاء نتاع الغلط نتاعهم وعرفت كل واحد كذب وصدق روحه وقعد فك المنوال هذاك وما ثم حد باش يجاوبه علاش على خاطر العباد بار ان كونسيونس ولا لا كونيسونس دو كوز وما يعرفوش وما يعرفش يسمع هكا يسمع اللي يحب يسمع حقه اما يسمع من بلوزيور يغزر ويمشي يسال برشا حاجات ويمشي يدخل بلوزيور تروك ويحاول ياخذ وقته ويركز مليح ويسال وعندك لي سيت اوفيسيال يدخل لهم هذوك يزيد يتاكد من المعلومه صحيحه ولا حتى هو عطاك المعلومه ادخل ميساج انا نعطيك معلومه بار اكزومبل زيد ادخل ثبت نقول لك انا زيد ثبت وراي ما ثم حتى مش خاطر القوانين تتبدل وسبحان من لا يسهو الغلط من الانسان ما ثم حتى مش كيفاش نعرفوهم اللي هل كيفاش هما اللي كونسلتون فونتوم يقولون هو ما عمره ما جا كونسلتون يعني هو اسكرو هو متحير يكذب باش يدخل لك بناي بوابه باش يقول لك بوابه اللي انا عندي كونيسونس ونعرف وين عايش وين كل شيء يا سيدي انت عايش صحيح تم في كندا اكثر من 40 مليون واحد عايش زي كيفك علاش انت تنصح في العباد علاش انت بالذات تنصح في العباد معناها الواعظ كيفاش الايماني نتاعك هو اللي دزك باش تنصح العباد وباش تفسر لهم بطريقه نتاعك لغايه في نفس يعقوب من تالي وراك سيت نتاع هجره ودب وكوميسيون نتاع كيفاش يقولوا هما نتاع انستيتو بريفي وما غادي فورماسيون نتاع الحيط وانت تقول واش نعاونك بالهجره وانت تاخذ في الكوميسيون هذا يعاقب عليها الوقت وانت كي تعرف اللي هو مش كونسلتون ومشيت معاه زاد القانون يعاقبك يرجع عليك معناه من الاول من اللي جاي لكندا وانت في الغلط فات اتونسيون قد وحدك يعني نقول لك قد وحدك اللي يحب مساعده كيكا يوسع باله يضيع شويه وقت معاه يقرا مليح ويقد وحده بيسي اللي يحب يعمل مع كونسلتون كيفاش باش يعرفوا السيد انت دخلت على لي جروب سوسيو بار اكزومبل جاك فلان قال لك ادخل لي اون ميساج بريفي ولله ولرسوله وباش نعاونك لوجه الله والاخويه والاخوه وكل لغه هذيك اللي معبينا منها شكاير في بلادنا على هذاك هجينا منها فهمت سامحوني راهو واحد سور سينير شويه هل اما هل ما هل لي بارازيت هذوما تما لي ناس نقول كيفاش باش نعرفوهم الساده هذوما السيد جي قال لك انا نعاونك وانا نساعدك هو عندي فيديوهات وعندي لايف مش معناه راهو هو عنده لايف صدق الله العظيم معناه هو مفتي ولا يفسر هو معناه صحيح لا اي جاي السيد انت شنو باش تعطيني نصائح في الهجره باش تعطيني نصائح في الهجره به مرحبا بك شنو اسمك يا فلان الفلاني هاي سيدي كيفاش نعرفو السيد هذا ديريكتومون او باش نعمل لكم ان بارتاج ديكرون نعمل لكم ان بارتاج ديكرون باش تعرفوا نتوما كيفاش تعرفوا السيد هذا به اول حاجه سهله برشا ندخلوا الجوجل الجوجل شنو باش نعملوا نمشيو نلوجوا على سي ار سي اي سي نكتبوا هذه سي ار سي اي سي تجينا الكونسي البورتاي اوفيسيال نتاع الكونسي دو ريغلومونتاسيون دي كونسلتون اون ايميغراسيون دو كندا هذا سي ان سيت اوفيسيال اللي تنجم تثبت فيه هاي الادريس نتاعو
كونسي 5500 نورث سيرفيس رود هذايا في برلينغتون في اونتاريو. هذايا سيت اوفيسيال. هذايا الكونسي هو اللي يحمي الببليك من كونتر لي كونسلتون فونتون. هذايا اللي ينظم السيكتور نتاع لي كونسلتون اون ايميغراسيون ويحميهم من لي كونسلتون فونتون. هذايا الروبير نتاعكم. هذايا الروبير نتاعكم باش تحميو رواحكم من هذوما اللي يكذبوا عليكم ويقول لك اعطيني حتى تفتوف فما يسالش تنعاونك وعندي صاحبي تو يعاونك واللغه هذيك الكل به عندك هنا تخوفي ان بروفيسيونيل اون ايميغراسيون تكليكي عليه تختار اللغه اللي تحب عليها فرنسي ولا انجلي به يجيكم الموتور دو ريشيرش هذا هذا هو لو ريجستر دو كونسي اوكي هنا يقول لك اعطيني لانفو سو لو كريك هو كريك معناه ان كونسلتون ريغلومونتي اون ايميغراسيون كنديان هذاك هو لابريفياسيون تاعو تقول له السيد مثلا فلان بن فلان هذا السيد فلان نقول اللقب نتاعو تعمل ريشيرش شي يطلع لك هنا تطلع لك اوكان ريزولتا تروفي معناه السيد هذاك كان طلع لك اوكان ريزولتا بروفي راو اسكرو ديريكت رد بالك ما غير ما تخمم برشا راو اسكرو وباش ينحي لك فليستك اعمل وحدك قد وحدك صب خلص لي فري غوفرنمونتو وحدك سي تو ما تستحق حتى حد باش يعاونك من الفئه هذه الفئه هذه اللي يقول لك باش نعطيك مساعده وعاوني وكل شيء ما تاخذش النصيحه نتاعو امشي اقرا على روحك السيت نتاع السي سي عندك كانك باش تعمل ايميغراسيون للبارتي فيديرال تمشي تمشي ايميغراسيون كندا اللي هو ايميغراسيون كندا في جوجل يعطيك السيت نتاعو نتاع ايميغراسيون سيتويان هنا عندك الروبريك ايميغراسيون عندك تو لي بروغرام تدخل هنا تلقى تو لي ديتاي نتاع تو لي بروغرام اللي حاجتك بيهم ترافايور اوتونوم كل شيء كل شيء تدخل تتبع تقرا 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 في الاخر ربي يوجهك ويعطيك كل شيء تلقى هنا تعمل ريشيرش يعطيك الفخي ويعطيك الدنيا الكل هذايا بالنسبه للفيديرال والاكسبريس انتري حاجتك باش تدخل باش تمشي تعمل هجره الكيبيك حط ايميغراسيون كيبيك ساهل برشا تدخل للسيت نتاع الميدي اللي هي الميدي اللي هي مينيستير دي ميغراسيون ديفيرسيتي دانكلوزيون نتاع الكيبيك كيف كيف تدخل هنا لي فورمولير لي بروغرام تطرق الدنيا الكلونية يفسر لك كل شيء اعمل وحدك كان جاك انسان قال لك اعطيني تفتوفه ويجي تنعاونك حتى لوجه الله قال لك كل شيء لا ادخل قد وحدك وربي يوجهك خير وربي يوصلك وثم غيرك اللي يوصل ما ثم حتى مانع اللي انت ما توصلش بارك الله عليكم كلكم بمخاكم كلكم دي زونيفرسيتير كلكم تفهموا كلكم تعرفوا الفرنسي كلكم تفهموا الانجلي كلكم تنجموا توصلوا ما ثم حتى سبب اللي انت باش يتمز عليك انسان زيد ولا عمر بسبب اللي غاية في نفس يعقوب وينحي لك حتى 10000 فرنك ما تعطيهالوش اخدم وحدك اعمل بروسيدور وحدك وربي يوصلك كيما اللي وصلوا قبل هذوما لي دو من ناحيه جيتو تتعاملوا مع كونسلتون بار اكزومبل كونسلتون اون ايميغراسيون نجيو هنا بار اكزومبل الكام تاعي انا جو سوي ان كونسلتون ريغلومونتي اون ايميغراسيون اش اسمي شمس الدين شوشان تحط سوا تحط اللقب نتاعي وتحطو ريشيرش يجيكم الاسم ديريكتومون مومبر اكتيف والنيميرو نتاعو هذايا من ناحية تنجمو تعملو هكا اوكي تنجمو تجيو تحطو اسم لونتربريز قالكم واحد انا نخدم في اونتربريز اكس ولا ايكغيك تحطو اسم اونتربريز انا لونتربريز نتاعي بيان فونو كندا انك بيان بيان فونو كندا انك كي تحطوا سوسيتي يعطيوكم لي كونسلتون اللي في الشركه كاملين اللي هو انا وكونسلتون اخر اللي هو مسيو فونجو فيليب اللي هو اللي هي بالمارشي افريكان هذوما الزوز في وسط الشركه هذيك داكوردو السيد قال لك جو سوي ان اجون يخدم تحت كونسلتون
تحطوا اسمه زاد كيف كيف هنايا نوم فامي دو لاجون. نعطيكم اكزامبل اون امي تلقاو اسم لاجون فلان اللي هي اللي لو ريبريزونتون ليغال دو مسيو فلان الفلاني اللي هو مامبر اكتيف معناها ال ميم معناها سيت ان اجون يخدم تحت كونسلتون. هذه كيفاش ثبتوا هذوما لي كونسلتون اللي باش يعاونوكم باش تدخلوا الكندا من البورتاي فيدرال. معناها راهم دي كونسلتون مرخص ليهم باش يتعاملوا في كندا الكل سوف الكيبيك والساسكاتشيوان. اوكي كان انت باش تمشي لاي بلاصه في كندا ابار الكيبيك والساسكاتشيوان تدخل تثبت هون. هذوما اون سكي كونسيرن كيفاش الاكسبريس انتري معناها لونتري اكسبريس فيديرال ابار الساسكاتشيوان والكيبيك تدخلوا تلوجوا هنايا في السيت هذايا يعطيكم الريزولتا. رقيت السيد ريغلومونتي مرخص لي سي بون ما رقيتوش قولوا في الامان وبارك الله فيك. هذايا من ناحيه به نجيو لجماعه الكيبيك. الكيبيك عامله اكور مع الفيديرال اللي هي تعمل سيليكسيون دي كانديدا نتاعها ومن بارمي لاكور هذاك قالت حتى لي كونسلتون اللي باش يخدموا الكيبيك واللي باش يجيبوا لنا دي كانديدا للكيبيك لازمني انا نعمل الموتوريزاسيون. على هذاك لي كونسلتون اللي ديجا خذاو لاغريمونتاسيون نتاعهم من عند الفيديرال اللي هو ولا عندهم نيميرو اللي هو النومرو مثلا نتاعي انا 526585 اللي هو هذا النومرو نتاعي معناه عندك نومرو معهم هما باش تنجم تخدم في الكيبيك لازمك تعدي ان اكزاما للكيبيك وتاخذ ترخيص من الكيبيك. الترخيص من الكيبيك لازم تاخذه من عند المينيستير دي ميغراسيون نتاع الكيبيك. هنا كيفاش باش نشوفو احنا المينيستير عندنا نشوفو ندخلو للسيت تاع الكيبيك ندخلو للسيت تاع الكيبيك نشوفو لا ليست دي كونسلتون ندخلو غاديكا ولا نحطو باغ اكزومبل نشوفو حتى في جوجل بارتنير عندنا هنايا عندك اكتواليتي كاسيون جوست نشوف بروغرام عندك لا ليست مش متوتا ليست دي كونسلتون ليست دي كونسلتون ما عطاش عطانا نجبدوها بالجوجل ليست دي كونسلتون ان ايميغراسيون كيبيك. هنا ندخلو نلقاو الريجستر دي كونسلتون نتاع الكيبيك او كاسيد نتاع دبليو ميدي جوف بوبليكاسيون فير فرونسي. هنايا تلقاو تو لي كونسلتون اللي عندهم الحق باش يخدموا في الكيبيك. هنايا ال سون تري بار اورد الفابيتيك بار اكزومبل نلسي نجي نلقاو اسمي انا اللي هو 11698 هذايا معناها عندي الحق نخدم في الفيدرال وعندي الحق نخدم في الكيبيك. ما ترقاوش الاسم ما دامك انت البروجي نتاعك للكيبيك ما ترقاوش اسم الكونسلتون ولا السيد هنايا راو اسكرو رد بالك ما تتعاملوش معاه. هاكا ليست كامله تري من الا جوسكا زيد في الاخر ترقاو الليست نتاع العبد اللي تنحاو معناها يكون قبل يخدم اما بعد تنحى. هاكا كونسلتون دون لا ريكونيسونس ايتي سسبوندو لسبب من او لاخر ما نعرفوش على الاسباب نتاعهم وهذايا كونسلتون دون لا ريكونيسونس ايتي ريفوكي هذوما الاسامي نتاعهم مثلا اللي خدم مع هذوك راهو ماتش دو ريبريزونتي ليغال ما تعاملوش معاهم ديريكتومون. هذوما لي دو ميثود. عندك اون اوتر فاسون بور فيريفي كي يقول لك السيد راني نخدم مع فيرم ولا في شركه ولا ما نعرفش اي كذبه طلعها لك
يقول لك نخدم مع شريك، يقول له عندي النمر، يقول لك نسيت وكل شيء. تدخل له على الشركه نتاعو، شنو تمشي للريجستر، ريجستر دي زونتربريز، ثم ريجستر هذايا نتاع لي زونتربريز نتاع كيبيك، معنى الشركات اللي تخدم في الكيبيك الكل، يقول لك على اسمه. نجيو هنايا تحطوا له اسم الشركه نتاعو في الموتور دو ريشيرش، طلعوا نقولوا باش نحط الشركه نتاعي انا نثبتها موجوده ولا لا. Inc. Par exemple, جي هنا ترقى الليستة نتاعهم الكل، ليستة نتاع الشركات الكل، جي نرقى Bienvenue Canada Inc. كي تكليكي ولو هنا يعطيك الديكورتيكال نتاعها الكل، الستاتيو نتاعها الكل، اللي هي اسمها كذا، لادغيس نتاعها، شكون المولى نتاعها، وقتاش تقدت، الناتور نتاعها كومباني ولا سوسيتي باغ اكسيون، يفسر لك نتاعها ويعطيك الكود داكتيفيتي نتاعها اللي هما اوتر سيرفيس ريلاتيف او ترافاي لومبلوا الميغراسيون، سيرفيس دو كونساي لي الميغراسيون. معناها الشركه نتاعك اللي طون فيغور، معناها معترف بهم السلطات الكيبيكواز والسلطات الفيدراليه، ومقيده تخلص في الامبو نتاعها، تخلص في الخدمه نتاعها، الكونسلتان تاعها اللي ريغلومونتي ما عنده حتى مشاكل، الى لو دووا داجير ان طونك كونسلتان، و الى لو دووا و الى لو بوفوار دو دوموندي دي زونورير. هذايا بالنسبه للكونسلتان كيفاش باش تطلعوا كل شيء. به هنايا نحب نعقب على حاجه اخرى، راني الايامات اللي فاتت اللي السيد كيفاش نقول اللي تم بليغاسيون اجرات في الجزائر، عملت هذه شروق نيوز، اوكي ما عادش تسمع ولا اراضيها للجزائريين الراغبين في الاستقرار بصفه دائمه في الاراضي الكنديه. هذه وزاره الهجره واللاجئين والمواطنه الكنديه تفتح عبر سفارتها بالجزائر موسما اعلاميا. لو ميديا عنده الحق باش يعمل البوز في بلاد وكل شيء، اما كي تبدا مثلا الميديا معناها تي في معناها تلفزه معناها الاودينس والاوديمات نتاعها كبير برشا، وال كيفاش يقولوا هما السيبل نتاعها كبير، معناها يمس شريحه كبيره من الواحد تو تبارك الله. هذه نشوفوا فيها 154683 فيو، معناها اوزر قداش من واحد وصل له انفو ميساج بطريقه او باخرى، هو الاعلام اللي يحكي في الواحد، اعطاهم المعلومه ام اعطاهم المعلومه بطريقه يفهموها بالغلط. هو قالك افتتاح موسم اعلامي، ما قالكش افتتاح باب الهجره. هو وما يلعبوا على الكلام، يلعبوا على الكلام باش يقويوا في الواحد بوغ افوار بلوس دو بارتاج، اما الهجره لي كونديدا كلهم يتحل في الجنه ذريعه ويقول لك سي بون هكا كندا تفتح ابوابها للجزائريين، معناها للراغبين في العيش بصفه دائمه باراضيها. كندا عمرها ما سكرت الباب، عندك كان سيستم اكسبريس انتري محلول على طول العام، ما عندها بيريود حلت وسكرت وحلت وسكرت، عندها كلكو بروغرام في كلكو بروفانس كيما كيبيك تحلك وتسكر في بيريود معينه وباش تتنحى هذيك باش تولي اوفيرت بور توجو. اما كندا في حد ذاتها اكسبريس انتري اللي يحكي عليه هو السيد هذايا، واللي اللي سفاره كندا في الجزائر اللي عامله برنامج اون سيونس دانفورماسيون اللي هي ديما تعملها دي فاسون سيكليك، وتلقاها وتاخذ وتجيكم دي نوتيفيكاسيون بار ميل وتعمل انسكريبسيون، وتلقى اللي حتى لي بروفانس يعملوهم هذوما، يعملوا دي ويبينار وتدخل حتى بغ على معناها كيفاش هما دي بورتاي سبيسيفيك، يعطيكم لي ليان نتاعهم وتدخل تشارك وتتفرج سويعه من زمان، يفسر لك البروغرام نتاعو وفات الحكاية. اما هو كي خرجها لك يقول لك راهو تفتح باب الهجره وابعث بار ميل. وين تبعت برميل؟ شو معناها تبعت برميل؟ شكون وزارة الهجرة باش تقبل لك دي مليون معناها نتاع ميل وهي باش تقعد تجاوب فيهم؟ هي ما عندهاش ريسورس باش تكمل باش تكمل الدوسيات نتاعها، باش تحط لك انت جوست ريسبسيون دي ميل، على السلامة بونجور جو سوي فلان الفلاني جي كذا وكذا، سي با كوم سا. ما يخرجوش معناها حتى الميديا تأثر برشا في الرأي العام وتغلط وتعطي الصوره غلطه، معناها تقول لك انت ميديا تبدا دو رونومي تسمعها قالك كندا حلت الهجره، تجي تسال ان كونسلتون تقول له حلت الهجره، يقول لك شنو هو حلت الهجره؟ ما حلتش الهجره، تقول له تكذب انت، معناها الميديا هي اصدق هي يعرفوا. لا بالعكس، هوني غلطتك، هوني الميديا غلطتك،
غلط انتك حللتك بجن... وربطوها بالجرين كارد، معناها باللوتري نتاع امريكا اللي حلت راس الشر هذيك نتاع 50 مليار. سي تام نوتر بروغرام في بلاد اخرى كل واحد ربطتهم معناها اون باراليل مع امريكا. عمرها ما كندا تخدم مع امريكا في الامور، كل واحد يخدم على درابو، كل بلاد تجبد في لي كونديدا نتاعها، كل واحد عنده لي بروغرام تدخل بهم. وكندا كيفاش يقولوا القانون السيليكسيون نتاعها بلوز هيومان من نتاع امريكا. امريكا يقول لك بالطومبولا، ما هو سيليكتيف، سيليكتيف بالاسم، يقول لك 50,000 واللي العباد الكل تجي. ما نحكيش معناها الميديات نجم تغلط العباد، تعمل لك انفورماسيون غلط، تقول لك ابعث الهجره وابعث باغ ميل تو يجاوبوك، ما يجاوبك حد، ما يجاوبك حد، ما تصورش حد باش يجاوبك. عندك دي كريتير لازمك تلبيهم وتدخل في السيركوي اوردينير نتاع السيليكسيون، تحاول تستفهمه، كان ناقصتك دي بوان تحاول تكملها، هذا باش تنجم توصل للهجره وتدخل كندا كيما الاف قبلك، الاف مؤلفه دخلت. تبارك الله توا يمكن الجاليه المغاربيه قريب من 100,000 هنا كلها مع بعضها، مع بعضهم كل 100,000. كيفاش وصلوا؟ كلهم وصلوا الماجوريتي بنفس الطريقه، وتحلت معناها اللي بي ان بوم تاع سيليكسيون من لي زاني 90. صحيح في 2012 صعبت شويه على خاطر اللي اكزيجي ولاو دي تيست لينغويستيك، اما قبل كانت معناها جوست تو في لا ديكلاراسيون، تحكي مع في اونتروفيو مع جون يقبلك، معناها طالبين الهجره طالبين اليد العامله مثل ما حكيت. هذا هو بالنسبة لليوم شنو حبيت ان كيفاش نقولوا نفسر لكم ان هذوما اللي كومون معناها تعرفوا لي كونسلتون صحاح ولا غالطي. ما ياخذكمش هاللي فيديو هالكلام الكل هذاك تبقبيق، ومعناها دقنا حناك احنا نقولوا معناها نتاع عباد يحاولوا يكونوا هما محور الأوض معناها، ولا يكونوا هما دي روبير معناها. ليميغراسيون راهي ما هي مربوطة بحد، وراهو مثلا ماش صنم، ومثلا ماش واحد يعرف وواحد ما يعرفش، العباد الكل يعرفوا، كيما حتى ما تعرفش تولي تعرف بتولي المدة بتولي القراية بتاعها تولي تعرفها، سي دو ليكسبيريونس دو براتيك. كوتي هيومانيتير نتاعها كبير برشا، على خاطر يدخلوا فيه الكوتي هيومانيتير اون طونك بروجي دو في، معناها عائلات تبدا طامحه وتبدا فرحانه وتبدا تحط في مستقبلها، معناها تطلع المستقبل زاهر لاولادها اللي هي، وهذا حق مشروع كل عائله وكل انسان يطمح له، وربي يوفق الجميع في هذايا. في نفس الوقت في كل دومين الله غالب ثم دي اللي يلعبوا في المياه العكره، معناها يحاول يكون اللي هو يحاول يعطي يحاول يبروفيت لو ماكسيموم بغاية او باخرى، كل واحد والهدف نتاعو. ما ندخلوش في سرايا الناس، وكل واحد ربي عين، ربي عين اللي يعطي في الكونسي لوجه الله بالحق وبصدق ويعاون. هذاك موجودين منهم وتبارك الله عليهم، وثم دي زادمين تبارك الله عليهم، انا ربي يوجههم ويعطيهم على قد قلوبهم كما يقولوا. ثم عباد يبروفيت في الوجه مرايه، ومن تالي يبدا يسكرو، رد بالكم منه. هذا مانيش باش ندخل في الحكايات الدينية وكل شيء، الماسك نتاع الديني العباد الكل مسلمة تبارك الله عليهم والناس الكل تفهم وكل شيء، أما اللي يدخل لك بلغة الدين والواحد وكل شيء، خويا ثم ألف طريقة باش 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 تحسن معناها علاقتك بربي. معناها كي نبداو نحكيو في المستقبل نتاع الحياة وكل شيء، اللي كتب له ربي باش يجي توجيه، أما تبداش أنت واو واو وكل تأثيث نتاع الكلام باللغات واللغة الخشبية هذيك كل شيء، وفي الآخر تسرق أنت تمسخ لنا في الدين نتاعنا، ومعناها وتحاشى باش تحكي بك الحكايات هذيك. خاطر العباد كلها الله يعلم ما في السرائر أكثر منكم ومنكم أنتم، يحكي بك اللغة هذيك. هذا هو شنو نجم نقول لكم من ناحيتي أنا كشمس الدين شوشان. أنا مستعد نعطيكم الانفورماسيون من عندي وغراتويت، ما عمري ما شديتها، واللي يسالني يجاوبني، وما حاجتي حد زاد باش يعمل تيمونياج، واللي تعاونوا ما حاجتي بيه باش يقول راه عاوني، وما هذاك الكل اللي حاجته بحاجه نعاونه بالمستطاع بالمقدور على قد الديسبونيبيليتي نتاعي كل شيء. اللي يحب انفورماسيون على اي بروغرام يدخل للسيت نتاعي ديريكتومون، يدخل للبلوغ يرقى الانفورماسيون الكل، راي ديتايي وراي مي اجور. تدخلوا للسيت نتاعي نورمالمون، تدخلوا للسيت اوفيسيال. حاجه اخرى في السيت
في السيت اللي يحب يعمل ايفالويسيون من الاول باش يعرف اللي هو مقبول ولا مش مقبول، ينجم يعمل ايفالويسيون اون لين، نخدمو والو ونعطيه ونقولو راك مقبول ولا لا. هذايا من ناحيه ينجم يدخل للسيت نتاعنا سواء نتاع الافريك سواء نتاع نتاع لي بي دي المغرب، يدخل للبلوغ يلقى البوبليكاسيون الاولانيه لونكري ايميغري او كندا سون فري، تدخل هنايا تلقى لانفورماسيون بالديتاي ديكورتيكي باللي سورس نتاعهم بالدنيا الكل، معناها تنجم تلقاها هنايا ديتاي باللي فيديو كومون كالكولي لي سكور الديمارش الكل لي غراتويت، اما دون فاسون اوبجيكتيف نعطيك الصحيح ونعطيك الغلط وانت افو دو شوازير لا بروسيدور كامله كومون كالكولي ديتاي نتاعها الكل باللي فيديو. من ثم عباد عاملين دي فيديو تبارك الله عليهم وخذيت لهم بالسورس نتاعهم معناها هاوكا ديتاي بالسوم نتاعهم كل شيء اللي وين تعدي لي تيست نتاعك والدنيا الكل، ادخل تبع اقرا وسع بالك وتوكل على ربي وربي يوجه خير وربي يوصلك وان شاء الله نفرحوا بهم، ونهار اللي تقول راني خديت الفيزا نفرح لك والله العظيم نفرح لك ما عندي علاش. اما باش يتمنيك عليك واحد هكاك ويدخلك فيها الله والرسول وانا نا وانا نعاون لوجه الله وهاي جمعيه، رد بالكم يا ولادي ثم جمعيه، جمعيه ما عندهاش الحق تعطي كونساي، ما عندهاش الحق تعطي كونساي، الجمعيه راهي ما عندهاش الحق تعطي كونساي في الايميغراسيون كان ما يبدا عندها كونسلتون. يظل ما وريتكمش انا الواحد نرجع لكم بالكابتور ديكرون كما قلت لكم في السيت ويب نتاعي تلقاو في البيان فينيو كندا بلوغ تلقاو ارتيكل كامل اللي هو ايميغري او كندا او كيبيك سون فري. هذايا البروسيدور هذيا بالنسبه ل 2017 حتى لوين نعطينا الريغلومون تاع 2018 ان شاء الله نعمل لكم ميزاجور نتاعها باش يكون زاد حتى تاع 2018 كومون فو اكسيدي، ما ثم حتى مشكل بالنسبه لي انا وبالنسبه للفيرم نتاعي. هذا هو اليوم شنو حبيت نقول لكم، ان شاء الله ما طولتش عليكم. معش مانيش قاعد نتبع في لي ريزو سوسيو معاكم كل شيء، شكون عنده سؤال غنحاول نقاشي دي كيستيون سالتوهم نجاوبكم على الطاي. سي سي هذا كان لقيت موجود شوفوا اوكي نعرفش نشوف دي كيستيون تما شي دي كيستيون ولا حاجة تحط في المير مش مشكل تنرجع لهم بعد كان معناها جي تخوف دي ديفيكولتي اكسيدي معناها البورتاي هاي تحل تنشوف اوكي ما ثم حتى مشكل بوزي فو كيستيون سور لو ميو نتاع البوبليكاسيون هذيا نجاوبكم بقدرة ربي معناها على حسب المستطاع، ولي وليكم التوفيق وربي يسهل لكم وربي يعطيكم كيما قلت لكم سواء قد وحدكم يا امشيو مع كونسلتون ريغلومونتي ولا محامي مرخص لي هذا هو، وراهم برشا وصلوا واحد تنجموا تعملوا وحدكم مش صعيبة برشا شوية تركيز تقراو ثبتوا وتنجحوا وربي سهل لكم. علي نقول لكم بارك الله فيكم وان شاء الله المرة الجاية قبل ما ننسى ان شاء الله الجمعة الجاية معناها في نفس الوقت ان شاء الله طلع لكم فيديو ونوريكم كما فيغ لا ميزا جور نتاع لي بروفيل مون بروجي كيبيك، خاطر توا ان شاء الله معناها عدة كبيرة ما عادش تبطل برشا باش يحلوا لي 5000 بلاصه هذوما يعطيوكم كل شيونس نتاع 30 جور ديجا اللي عاملين لك كرياسيون نتاع لي بروفيل نتاع مون بروجي كيبيك يحاولوا من توا يعملوا ميزاجور معناها من وقتها لتوا راهم 6 شهور و7 شهور برشا حاجات تتبدل في حياه الانسان يحاول يعمل ميزاجور. نحاول المره الجايه نوريكم كومون رومبليغ لو معناها البروفيل مون بروجي كيبيك كومون فيغ لا ميزاجور، واللي عنده سؤال لازم نجاوبوهم عليهم بالوقت باش العباد الكل تكون حاضره لك 5000 بلاصه اللي هما شويه معناها بالنسبه 2017، اما باش يقعدوا حاضرين ديجا 2018 جاي وكي يتحل السيستم دون فاسون بيرمانونت يكون عارف كيفاش يعمل ميزاجور في كا او اللي ما هو ما دخلش. وهذا هو بالنسبه اليوم وبارك الله فيكم وان شاء الله المره الجايه.